لما الفنان الجميل الإماراتي حسين الجسمي قال من رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، أكيد عارف كويس جداً إنه في تفاصيل صغيرة جداً موجودة هنا في مصر. طبعاً إحنا يعني ما بنعتبروش إماراتي، إحنا بنعتبره كمان مصري. مصر والجو بتاع رمضان في مصر مختلف عن كل مكان في الدنيا. طبعاً في طقوس في كل الدول العربية والإسلامية ما قلناش حاجة، وإحنا لما بنسافر في رمضان في أي دولة من الدول العربية والإسلامية أكيد بنستمتع وبنتبسط بوجودنا في هذا المكان، لكن يبقى في مصر سر مش إحنا اللي بنقوله، لا، كل اللي بيجوا مصر من الضيوف العرب والمسلمين بيجوا مصر في رمضان بيلاقوا إنه في طقوس مختلفة. ليه؟ إحنا عندنا يعني سر كده مش موجود في أي حتة في الدنيا، عندنا سر اللمة، إحنا دايماً بنتجمع مع بعض، أي حد غريب بيجي ما بيعتبرش غريب، بنعتبره من أهل البلد، بنعتبره من أهل المنطقة. دايما بنعمل الموائد الافطار، ويمكن امبارح كان في صوره مبهجه جدا لافطار جماعي في المرج، الصوره دي انتشرت على السوشيال ميديا والتعليقات كانت كلها ايجابيه ومفرحه، ناس كانت مبسوطه بالفطار الجماعي. الفطار الجماعي طقس من طقوس رمضان في مناطق كتير جدا في مصر، وشفنا كمان صور لافطار جماعي قبل كده في حاره اسمها حاره درويش، طبعا الحاره دي موجوده في منطقه عابدين. ايه اللي بيحصل في الافطار الجماعي؟ اهل المنطقه بيتجمعوا من بعض فلوس، بيتجمعوا بيروحوا بقى يشتروا حاجات وعشان يجيبوا بقى ايه المستلزمات بتاعه الفطار، فتلاقي الراجل بتاع الفراخ عامل لهم خصومات، الجزار عامل لهم خصومات، السوبر ماركت عامل لهم خصومات، كله بيشارك، كل واحد بيشارك باللي يقدر يعمله. بيتجمعوا، هم بيتجمعوا واتفقوا مع بعض ان هم ايه هينظفوا الحاره بتاعتهم وينظفوا الشوارع عشان تكون في افضل صوره ليها في هذا الافطار الجماعي. طبعا كلنا مستنيين الفطار الجماعي الاشهر في مصر اللي بيتعمل كل سنه، هو طبعا افطار المطريه، بيحضروا الاف من اهالي المنطقه، ومش من المنطقه بس بالمناسبه، في ناس كمان بتيجي من بره المنطقه عشان تحضر هذا الفطار، وده طبعا عشان يشاركوا في هذه المناسبه السنويه. كل سنه وكل شعب مصر طيب وبخير، ويا رب ما تقطع لنا عاده ابدا وتفضل شوارعنا مليانه بالمحبه والخير والبركه. بنصبح على حضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.